سلام، مرحبا واهلا وسهلا فيكم. هلا بالدرس الماضي، هذا هو درسنا الثاني طبعا. بالدرس الماضي سحبنا مجموعه من الملفات من سيرفرات مختلفه للاباتشي والجافا والاس كيو ال وحزمه الدي سبيس والاباتشي انتي والاباتشي ما بعرف. هلا راح نتعلم بهذا الدرس كيف راح ننصبهم وكيف نعد البيئه المناسبه لحتى يشتغل العام دي سبيس. هلا بدايه لازم ننزل الجي دي كي من هذا الملف، نعمل دبل كليك وخطوات طبيعية بشكل عام، يعني مثل تنصيب أي برنامج. في بعض الاختلاف بالنهاية بس نقاط كثير سهلة. بنخلي الإعدادات الافتراضية وما بنغير أي شيء، وبلش عملية التنصيب. هلا بدل ما يكمل هو تنصيب بدي اخبركم عن شغله. هلا بقلب حزمه الدي سبيس في شيء اسمه دوكس، في شيء اسمه بقلب الدوكس في شيء اسمه بي دي اف. بنصحكم انو تمشوا مع هالمنوال لانه بعتقد انه يعني في حال اي نقاط انا يعني ما رح تكون واضحه معي، هو رح تكون واضحه وهون الشرح مفصل جدا، حتى واضحين الشرح على كيف تنصيب الدي سبيس على ويندوز. طبعا بحب كمان انوه لشغله انه نحن هلا عم ننزل ملفات خاصه بنظام تشغيل ويندوز 32 بت. بشكل عام الخطوات نفسها بس حبيت اوضح هاي الشغله. اذا موجود table of content تقريبا بالصفحة 29، يمكن صفحة 29 ويندوز انستليشن. لما اجي يعني لما ازيد من التفصيل لا زال ما نزل صديقنا. هلا حقيقة رح ياخد شوية وقت، تقريبا ممكن 4 أو 5 دقائق، لسبب انا رح نمشي بالخطوات هلا وهي عملية التنصيب عم تمشي. تقريبا شارف على الانتهاء. هي جافا تقريبا اكتر شي بتاخذ معنا شوية وقت، بس تنزل الجافا بقى هو بكون تمام. وبهيك بكون انتهينا من تنصيب الجافا. صفي علينا خطوة واحدة بس مشان تكون الجافا عم تشتغل معنا تمام، هي انا نضيفها للسيستم انفايرمنت. بروح على جهاز الكمبيوتر بروبرتي خصائص، يعني على الادفانسد انفايرمنت فاريبلز نيو Java underscore home كيف تلاتر Java Java home، ونحط الرابط الخاص بالجافا بالسي Program File Java
جي دي كي، بنحط هالرابط وبنضيفها للباث هون، بس بالباث بنضيف الفولدر البن كوبي، دبل كليك على الباث، بنحط فاصلة منقوطة وبنلصق رابط البن، بنقول اوكي اوكي اوكي، بنتأكد انه الجافا اشتغلت معنا. بنفوت على الران سي ام دي جافا جافا فيرجن، اذا جافا 1.6، فتم تنصيب الجافا بنجاح. الخطوة اللي بعد الجافا هي انه راح ننصب برنامج ال SQL الخاص بالدي سبيس. طبعا هو طبعا الملفات هي كلياتها انت موجود عندكم، راح تكون يمكن ملفات رار مضغوطة، انا قمت بفك ضغطة. بنقوم بفتح الفولدر، وهو هنا في شغلة حلوة انه عاملين حتى يتم التنصيب بطريقة سهلة، عاملين باتش يعني ملفات راح اختبات. هاي الملفات هي بتقوم بالعمليات والخطوات كلياتها. بنقوم بفتح install.bat هذا الفايل، هو راح يقوم بعملية التنصيب للبوست بوستجر اس كيو ال. هلا هو راح ينزل لنا اياه صراحة. في شيء اسمه مثل الواجهة الرسومية ما راح ينزلها، فهلا بس يكمل تنزيلها بننزلها من الواجهة الرسومية. بس هو بهي الطريقة أسهل بكتير من الطريقة الاعتيادية لتنصيب البوستجريسكيوال. هيك انتهى تنصيبه غالبا. هلا بنلاحظ انه اذا عملنا له ايديت لهذا الفايل، عملنا نص يلتا، لاحظوا هون انه في عنا الاكونت تبع السيرفس هو BG82، الباسورد اللي هو حطه بشكل افتراضي هي BG82، وحط لنا سوبر يوزر سماه بوستجريز، وعندنا سوبر باسورد هي 06968، وال حط لنا هو الملف وين تم تنصيبه وين بهاي المكان. هلا بس في شغله انه هي نحن لازم نضيف في شغله بتسهل لنا العمليه، هي الواجهه الرسوميه، نعمل موديفاي ونضيف اللي هي بي جي ادمن، بس نقول له انه نزل لنا اياها، نقول له نيكست نيكست. هي ضروريه لحتى تسهل علينا عمليه اضافه قواعد بيانات وهالعمليه، وبالتالي تكون نزل عندنا كمان بي جي ادمن. اشتغل بشكل نظامي، وهي هيك نحن فينا نعمل كونكت بهاي الطريقة. واتفقنا ان الباسورد هي، انا صراحة نسيت الباسورد شو كانت، بس نحن فينا نشوفها من هون مثل ما اتفقنا. نعمل ايديت، هي الباسورد الافتراضية اللي بنحطها. في كان فكرة تغيروه من هون، ممكن تحطوا انتو اي رقم من هون بيجي بنزل مع الباسورد اللي انتو بتحطوها. اذا هاي الباسورد اللي نزل فيها، بهيك بكون عمل كونكت. ورح نتعلم لاحقا كيف رح نعمل داتابيس جديدة ويوزر نيم ورول، والموضوع بسيط ان شاء الله. وقت بدنا ننصب الدي سبيس بنسكر هالعملية. هلا الخطوة اللي بعدها، بعد ما نزلنا الجافا ونزلنا ال SQL بوستجر SQL، هلا في عنا شغلة اسمها ال Apache INT وال Apache Maven لازم ننزلهم كمان. عملية تنصيبهم كمان بسيطة بكل بساطة. مثلا المافن انا طبعا عملت لهم فك ضغط، انتم عندكم ملفات مضغوطه بكل بساطه. المافن مثلا فيكم تاخذوا هالفولدر مثلا دغري مباشره، خلينا نغير اسمه نسميه مافن من هون، نعمل له كوبي، ونروح على السي، نعمل بيست بيست، وبس بدنا نضيف نحن هل
الهال يو ار ال للسيستم انفايرمنت بالبن مثل ما صار مع الجافا قبل شوي. ادفانسد انفايرمنت فيريبل بالباث بنحط فاصل من قوطة ضرورية جدا ونقول له اوكي ونتأكد مافن فيرجن 2.0.8 اذا بننزل معنا المافن تمام بنطلع من هاي الصفحة بننزل هلا لاي انتي تقريبا نفس الطريقة تماما عفوا انتي سبيس الان انتي نفس العملية حتى نسأل حالنا نسميه انتي مباشرة ونعمل له كوبي على ماي برو ماي كمبيوتر على السي نعمل باست بعد ما انتسخ معنا نفس العملية ناخذ البن خصائص جهاز كمبيوتر advanced environment variable و بالباث خاصة مفقوطة ونضيفها لل انتي نقول اوكي 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 ومتأكد نفس الطريقة version 1.0.0 تمام هيك نحن نكون وصلنا اهم البرامج في بس الاباتشي توم كات هلا يعني نزل معنا الا ان تي والمافن طبعا رح نشرح شو هنن لاحقا والبوست كريز والجافا صفي انه ننزل التوم كات كمان عملية تنصيبه كتير بسيطة نترك الاعدادات الافتراضية الاساسية الموجودة معه نختار باسورد معينة راح اختار 1 2 3 4 5 6 واليوزر نيم هو الادمن ومترك الاعدادات الافتراضية وهو عم يسألنا انه وين انا موجودة الجي ار اي هو اخذ الرابط بشكل تلقائي نقول له انستول فينش ناخذ الالغوريثمي فينش هيك بكون نزل معنا الاباتشي توم كات نتأكد انه اشتغل نفوت على لوكال هوست عفوا في شي بروكسي مثلا لوكال هوست نقطتين 80 تمام هاي هي الخطة تبعنا اذا هيك نحن بنكون تأكدنا مشان نفوت على السيرفر تبعنا نحط لوكال هوست والبورت هو 88 مثل ما حطينا بالست اب بالتالي فتح معنا اللوكال هوست وهذا هو السيرفر المحلي تبعنا جاهز وجاهز تماما لحتى يتنصب عليه برنامج دي سبيس